السلام عليكم، صباح الخير جميعا. يعطيكم العافية. اليوم حيكون عندنا إن شاء الله اللي هو توبيك مختلف شوية، يخص اللي هو الـ Preparedness والـ Readiness للـ Future Emerging Infectious Disease and the Response، خلال اللي هي مرينا بتجربة قبل تقريبا 4 سنوات فيما يخص اللي هي الجائحة على مستوى اللي هي بانديميك، كان على مستوى العالم كامل. الدول اللي كان عندها preparedness بلان، عندها خطط خاصة بالجاهزية الصحية تحديدا، أو حتى فيما يخص اللي هي اجتماعيا اقتصاديا إلى آخره، كانت هي اللي فارقة خلال اللي هي الجائحة. لما نتكلم على موضوع اللي هو preparedness في الميديكال فيلد وللهيلث سيستم، الموضوع جدا مختلف. كل دولة طبعا لابد يكون في بلان محددة للإيميرجنج سيتويشن، مرحلة اللي هي بلانينج، في مرحلة البريبيرنس، مرحلة اللي هي الريدنس، ومرحلة الريسبون إن كيس إنه حصل أو واجهوا أي مشكلة أو جائحة خلال فترة معينة. لو لاحظنا كمان اللي هو أكثر الدول اللي تأثرت، في بعض الدول ممكن فقط تكون اللي هي البيبرز أو البلانز اللي موجودة فقط اللي هي مكتوبة على ورق، لكن خلال اللي هي الامبلمنتيشن وجدوا نفسهم إنه في عندهم كولابس، ما هم قادرين ينفذوا أي شيء يخص اللي هي البريبينس أو حتى اللي هو الريسبونس اللي كان خلال الجائحة، اللي أثر بالتأكيد على اللي هو الهيلث سيستم. الهيلث سيستم هو اللي كان الشيء الفارق خلال اللي هو الجائحة. لاحظنا دول كثير عندنا اللي هي انهار النظام الصحي بشكل كامل، آلية اللي هي التعامل مع الكيسز، موضوع اللي هو عزل الحالات، التريتمنت، التدخل. فكثير احنا لاحظنا الدول اللي كانت فيها مشاكل صحية، وأيضا الدول اللي كانت فيها كنترول للسيتويشن زي ما حصل عندنا في المملكة. طبعا هذا الاوت لاين اللي حنتكلم عنه ان شاء الله، حيكون عندنا في النهايه اللي هي تجربتنا في المملكه خلال اللي هي جائحه كوفيد. لو نلاحظ اللي هي في الصور هذه، عندنا اللي هو ما يخص اللي هي الصور خاصه بالانفلونزا اللي هو بانديميك اللي حصلت خلال اللي هي القرن العشرين. لو لاحظ اللي هي 3 صور تعطينا عن السيتويشن اللي كان حاصل خلال اللي هي جائحة عالمية حصلت تقريبا في القرن العشرين، وبدأت عندنا اللي هي مرحلة اللي هي لو تلاحظ في الصورة اليسار في الصورة الوسط موضوع اللي هي الصحف الورقية، النقطة الأخيرة في موضوع اللي هي الحالات العزل اللي كانت موجودة وكيف اللي هو التعامل معها، ونلاحظ حتى موضوع اللي هو البي بي اللي كان مستخدم خلال تلك الحقبة. كان في عندنا اللي هو في القرن 21 خلال اللي هو بداية 2003 جائحة قريبة من نفس الخصائص اللي كانت موجودة خلال مرحلة اللي هي كوفيد. نتكلم عن اللي هو السارس او حتى اللي هو ال H1N1 اللي جاء لاحقا خلال اللي هي مرحلة 2011 2012. بعدين جاء عندنا اللي هو كمرض ناشئ مستجد اللي هي الميرس كوف، لكن ما وصلت مرحلة اللي هي البانديميك. طبعا في مرحلة سارس اللي كانت تقريبا في 2003 كانت موجودة في شرق آسيا تحديدا، ما كان في اللي هي حالات وصلت زي فكرة أو الجائحة الأخيرة اللي كانت كوفيد. إيش الإبديميكس أند البانديميكس تسبب عندنا؟ رقم واحد اللي هي سيريوس هيلث كونسيكونس، واحدة من الأشياء الموجودة عندنا اللي ممكن تسببها. أيضا في موضوع اللي هو السوشيال والإيكونوميك الانستابيليتي، ايش ممكن ايضا تسبب عندنا. موضوع اللي هو اخطر حاجه لما نتكلم على موضوع الكولابس اوف هيلث سيستم، لابد يكون السيستم الهيلث سيستم سترونج، قادر انه يتعامل مع اي جائحه مع اي ظروف مواتيه، لانه هو فيرست لاين للسيف للكوميونتي بشكل عام، للناس هو الخط
الأول لأمان الناس كلهم. أي أحد لا سمح الله يتعب في الحياة العادية هو يتوجه لأقرب اللي هي منشأة صحية. خلال الجائحة الجنود الأساسيين خلال هذه المعركة هم الكادر الصحي في المنشآت الصحية والطاقم الصحي بشكل عام، لأنهم يتعاملون مع الحالات اللي حتكون اللي هي رش كيسز زي اللي حصل عندنا خلال اللي هو الكوفيد بانديميك. فيما يخص اللي هو الهيلث امباكت دايركت، في عندنا اندايركت. الدايركت اللي هي الموربيديتي اند المورتاليتي، وهي دائما أسوأ شيء ممكن يحصل عندنا اللي هي المورتاليتي ريت. لما نلاحظ اللي هو في البلاك ديث تقريبا في الفترة خلال اللي هي 1346 حتى فترة اللي هي 1353 كان عندنا تقريبا أبف اللي هي 200 مليون ديث. الوفيات كانت تتعدد تقريبا اللي هي 200 مليون خلال الحقبة تقريبا اللي هي استمرت أكثر من 5 أو إلى 8 سنوات. في عندنا الكوفيد 19 اللي هو ريسنتلي خلال اللي هي مرحلة 2019 كان في عندنا اللي هي الكيسز اللي انصابت في العالم اللي هي 800 مليون كيسز، وكان عندنا الوفيات اللي هي 7 مليون ديتس. طبعا الوفيات كانت خلال اللي هي تقريبا السنة الأولى اللي هي في سنة 2020 بسبب انه اساسا ما كان عندنا حتى موضوع اللي هو فاكسينيشن. الفاكسينيشن بدأ عندنا تقريبا من نوفمبر 2020، والفترة اللي كانت خلال بداية اللي هو الفاكسين والإشاعات والمشاكل اللي ظهرت خلال المرحلة هذيك حتى أنه صار اشتراط إلزامي من جميع الحكومات للمواطنين في أشياء كثيرة فيما يخص اللي هو السفر، الأعمال اليومية، بغض النظر عن اعتراض الناس أو الكلام اللي كانوا يتكلمونه، لكن على المستوى الخاص فينا في المملكة وإحنا لاحظنا خلال المنشآت الصحية التأثير أو الإمباكت اللي كان موجود في خلال مرحلة القبل وبعد اللي هي الفاكسين، تحديدا فيما يخص اللي هم الهيلث كير وركرز اللي موجودين في المستشفيات. المرحلة اللي كانت قبل الفاكسين كان في عندنا حالات بالنسبة للهيلث كير وركر في موضوع اللي هو الوفيات بالنسبة للحالات اللي هم كرونيك كيسز في المشاكل اللي صارت عندهم. من الأشياء اللي ممكن تسببها أي بانديميك اللي هي الانفكشس ديزيز اللي ممكن تكون كرونيك افكت، وأعتقد لاحظ الجميع ممكن في ناس قريبة منهم أو حتى سمعوا بشكل أو بآخر عن ناس فقدوا حاسة الشم بعد ما أصيبوا بكوفيد، ممكن استمرت معاهم الفترة طويلة، في ناس بشكل دائم وفي ناس كانت عندهم اللي هي مشاكل استمرت فترة معينة من 3 إلى 6 أشهر، وفي ناس صارت حتى في موضوع اللي هو الفلو العادية صار يتعب بشكل أكبر ياخذ فترة أكثر الموضوع اللي هو الريكفرد. فهذه من الأشياء اللي هي دايركت تأثر على أي شخص أو حال أي مجتمع. في مرحلة أو في موضوع اللي هو اندايركت اللي ممكن يتأثر عندنا موضوع اللي هو decrease access to care due اللي هو inability to travel، موضوع اللي هو بعض الحالات اللي تحتاج اللي هي للعلاج اللي ممكن تنقل من مدينة إلى مدينة. وزي ما شفنا اللي هو تقريبا خلال المرحلة أو في خلال شهر مارش 2020 لما بدأ اللي هو موضوع اللي هو الانترناشونال ترافلز لما توقفت جميع اللي هي الرحلات الدولية توقفت في جميع اللي هي دول العالم. أيضا على المستوى الداخلي عندنا في المملكة لما بدأت في موضوع اللي هو الطيران توقف، بعدها وسائل النقل العام اللي هي توقفت، بعدين بدأ دخلنا في مرحلة اللي هي مرحلة الحظر إلى آخره. أيضا في إشكالية في ممكن تسببها أي جائحة تأثر على اللي هي بريفنشن معينة أو ميجرمنت معينة خلال فترة محددة زي ما حصل في الويست افريكان لما كان عندهم اللي هو في 2014 لما كان عندهم اللي هو الايبولا ايديميك، فكان عندهم اللي هو الملاريا كانت هي اساسا هم شغالين في فتره زمنيه معينه على اللي هي ميجرمنت او كنترول الموضوع اللي هو الملاريا اللي كانت موجوده. دخلت عليهم اللي هي الايبولا فوقفوا او انشغلوا بالاجراءات الخاصه بايبولا عن اللي هي الملاريا، فصار عندنا اللي هو
تو افكت للديزيز موجوده خلال المرحله هذيك اللي هو ملاريا وفي نفس الوقت اللي هي الايبولا. وهذا شيء اللي هو طبيعي لما يكون احنا عندنا على مستوى اللي هو الهيلث كير فاسيلتي فور اكزامبل عندنا اللي هو اوت بريك ل اكزامبل مثلا اللي هو اسيميتوباكتور، عدد كبير من الحالات ممكن عندنا 15 20 حاله، وفي نفس الوقت واجهنا اشكاليا وصار في عندنا اوت بريك ثاني اللي هو ريليتد للميرسكوف، فصارت اللي هو إشكالية التعامل الأولوية هنتعامل هنعزل أي حالات الآن اللي هم الديروز كيسز أو حتى اللي هم الريسبيراتوري كيسز. موضوع اللي هو الانترفينشن هيكون جدا مختلف في التعامل مع الحالات مع العزل أيضا مع اللي هي تريتمنت بين اللي هو التو ديزيز أو التو أورجانيزم اللي موجودة. ايضا من الاشياء اللي تحصل عندنا الكولابس هيلث كير سيستم، اعتقد كانت في بعض الدول الاوروبيه تحديدا ممكن ايطاليا هذه اللي كانت اللي هي واضح المشكله في النظام الصحي اللي صار حرفيا كولابس، ما هم قادرين اساسا يتعاملون حتى مع الوفيات، ما هم قادرين يتعاملون حتى مع اللي هي الحالات اللي كانت موجوده. اغلب الحالات اللي كانت موجوده عندهم اللي هي الاولدر كيسز كانوا في حاجة اللي هي المشين اللي هو اللي هي الخاصة بالأجهزة التنفس، أيضا في موضوع اللي هو البي بي إي اللي كانت أساسا مشكلة أو نقص على مستوى عالمي. الدول المصنعة للبي بي إي بشكل عام ما كانت تصدر خلال هذه الفترة، اضطر الدول إنه كانت في إشكالية موجودة وقتها، وعندنا في المملكة بنجي لها إن شاء الله خلال اللي هو الجزء الأخير. أيضا فيما يخص اللي هو حتى فيما يخص اللي هو الهيلث كير وركر آلية التعامل مع الحالات، صار في عندنا فقد اللي هو في النظام الصحي لبعض السيكتور اللي كان فيه عدد هيوج من الهيلث كير وركر اللي كانوا مصابين. الايكونوميك امباكت اللي ممكن تحصل عندنا اللي هو ايرلي بابليك هيلث ايفورت انكريز الهيومن ريسورسز ريليتد كوست، في اي اوت بريك يحصل عندنا ممكن يكون في عندنا نيو فاسيلتي تو بي كونسيدر ديماند اللي هو فور كونسيبل مي بي انكريز. واحده من الاشياء اللي كانت موجوده ممكن في اشياء اللي هي تظهر جديده في محلات كثير ممكن أو نشاطات ممكن أنها تغلق خلال اللي هي الجائحة. التأثير الاقتصادي كان جدا واضح خلال اللي هي مرحلة كوفيد. أيضا في موضوع اللي هو ما يخص اللي هو changing human behavior، الناس ممكن في كثير ناس دخلوا مرحلة اللي هي depression بخصوص اللي هو الرسالة اللي كانت موجودة أو الأجواء اللي كانت موجودة خلال الجائحة تحديدا من إبريل حتى أغسطس 2020. كل شيء كان تقريبا سلبي، السوشيال ميديا فقط تتكلم عن الوفيات، عدد الوفيات، بعض اللي هي الرسائل الإعلامية اللي كانت موجودة في السوشيال ميديا كانت جدا سيئة، في الشاشات في التلفزيونات في اللوحات الإعلانية في الشوارع عندنا كل المسجات اللي كانت ريليتد فقط اللي هي للجائحة بموضوع اللي هو البريفنشن. في بعض الناس تأخذ الرسائل هذه بشكل سلبي وتأثر بشكل سلبي حتى على حياة الناس. كثير ناس لما تفتح تويتر حتلقى اللي هو أو إكس حاليا تلقى جميع الرسائل الأخبار اللي هي الوفيات، الناس اللي موجودة بس جالسة تموت في الشوارع زي ما حصل اللي هو في إيطاليا، في بعض الدول الأوروبية، في بعض المناطق ما هم جالسين يعني ما في مكان يحصلون على أساس أن هم يدفنون الحالات، فقط اللي هي جثث مكومة كيف التعامل معها، كيف موضوع اللي هو الدفن الجماعي، كل شيء كان أو كل البيئة اللي كانت محيطة بالناس كانت سلبية، بالإضافة إلى موضوع الحجر اللي كان هو واحد من أسوأ الأشياء اللي ممكن حصلت للناس أو أثرت على الناس. كان في ريستريكشن معين في موضوع اللي هي الدخول والخروج، ما في سفر، ما في خروج اساسا حتى من البيوت، بعض الوظائف اساسا
تم إغلاقها في أغلب الوظائف، صارت اللي هي عن بعد. ففي أشياء كثير حصلت خلال الجائحة خلت الناس تتغير، أو نفسيات الناس أو طباعها تتغير خلال اللي هي الجائحة، وحتى أثرت بعد اللي هي الجائحة. وطبعا خلال الجائحة جميع القطاعات في جميع الدول تأثرت بشكل سلبي، ما في أي قطاع نقدر نقول اللي هو تأثر بشكل إيجابي، except ممكن اللي هي المصانع الخاصة اللي هي ممكن اللي هي البي بي إي اللي ممكن زاد الطلب عليها. موضوع اللي هو الشركات الخاصة بالفاكسينيشن هي اللي كان لها تأثير إيجابي فقط على الشركات خلال تلك المرحلة، لكن بقية القطاعات هي تأثرت بشكل سلبي للأسف. السوشيال اللي حصلت، لاحظنا أنه تم في البداية إغلاق اللي هو الاكتفاء بالمدارس أنها تكون عن بعد خلال مرحلة معينة، وتقريبا استمرت ممكن لمدة سنة كاملة، ما كان في حضور للمدارس للجامعات. أيضا في موضوع اللي هو بعض القطاعات اللي هي أغلقت بشكل جزئي أو أغلقت بشكل نهائي، خصوصا القطاعات اللي كانت تشتغل أو لها تأثير على اللي هي الكوميونتي بشكل عام، أو لها كاستمر اللي هم يتعاملوا معها بشكل مباشر وبشكل يومي، اضطرت في مرحلة من المراحل أنه تغلق نشاطاتها لأنه ما في طلب، زي مثلا بعض المطاعم، الكافيات، الأسواق إلى آخره. أيضا اللي هي الكيرفيو اللي هو موضوع الحظر التجول اللي حصل تقريبا بدأ من أبريل حتى تقريبا اللي هو نهاية شهر 6 أو إلى شهر 7. ولو لاحظ في بداية الحظر اللي كان موجود كان في عندنا اللي هو حظر جزئي بعدين حظر كلي، وكان في ريستريكشن معينة في موضوع اللي هو الحظر، في اللي هو إيش الآلية الشخص أنه ممكن يروح ويطلع، كيف الناس ممكن تداوم، موضوع التصاريح اللي كانت ورقية بعدين اللي هي تحولت إلكترونية. الجائحة قد ما كانت هي سلبية إلا أنه في جزء أو شيء خاص بموضوع اللي هي التكنولوجيا، موضوع اللي هو التقدم التكنولوجي اللي كان واضح وجلي عندنا في المملكة من خلال اللي هي توكلنا، وبعدين المراحل اللي تلتها حتى أنه صار غالباً أغلب الأشياء اللي هي إلكترونية، موضوع اللي هو الطلبات اللي حتكون عن بعد إلى آخره، التوصيل إلى آخره. يعني في أشياء كثيرة اقتصادياً، أي نعم هي تأثرت بالجائحة بسبب اللي كانت تعتمد على حضور الكستمر لنفس المكان، لكن هي بادرت أو من خلال الجائحة كانت اللي هي الفكرة الموجودة أنه الطلب اللي موجود ممكن يوصل للكستمر في بيته وفي مقر اللي هو يتواجد فيه. فهذه ممكن من الأشياء الإيجابية اللي حصلت خلال تلك المرحلة. الناس اللي مشت مع البارت أو مع الجزئية هذه كانت لهم اللي هو يعني تخطوا المشاكل الاقتصادية اللي كانت موجودة خلال تلك الحقبة. من الأشياء أيضا اللي كانت في موضوع اللي هو السوشيال والإيكونوميك مع بعض، موضوع اللي هو الانترناشونال ترافل، لما توقفت جميع اللي هي الرحلات في العالم، الإمباكت اللي حصل وقتها، بعض الدول اللي كانت فقط تعتمد على اللي هي السياحة كيف إنها تأثرت خلال تلك الفترة. أيضا أدى ذلك إلى اللي هي الجوبلوس، وصار في عندنا عدد كثير اللي هو unemployed ما عندهم وظائف. فهذه واحدة من أسوأ النقاط أو السلبية اللي حصلت خلال اللي هي الجائحة، وممكن تحصل خلال أي جائحة لا سمح الله. هل في عندنا اللي هو هل نحتاج احنا preparedness في المستقبل؟ مع كل التجهيزات اللي موجودة في كل الدول لابد يكون في خطة جاهزية لجميع القطاعات في كل دولة، وبالأخص عندنا في موضوع اللي هو الرعاية الصحية تحديدا. وكان في عندنا اللي هو خلال الجائحة تقريبا خلال اللي هي نسبة 22 to 28% اللي هي change في another outbreak on magnitude of COVID will be occur within the next 10 years. بمعنى أنه الجائحة اللي مرت ممكن ما تمر إلا خلال 10 سنوات قادمة. هل معناته أنه ما في أي جائحة ممكن تحصل في المستقبل؟ لا، لكن كان في يعني الجائحة لما جت ما كان في أي شخص يتوقع أنه ممكن توصل لليفل أنه
يكون في عندنا حظر كلي لجميع اللي هي موضوع السفر، ما في سفر، ما في أي نشاطات، لموضوع وصلت إلى الحجر اللي هو المنزلي، الحالات جميع الشوارع كانت فاضية، ما في أي نشاطات اجتماعية، ما في أي نشاطات ترفيهية في فترة زمنية محددة. أكثر الأشخاص اللي هو متفائلين ما توقعوا أنه ممكن توصل للمرحلة هذه. قبل الجائحة كنا شيء، وبعد الجائحة مفترض أن احنا نكون شيء مختلف، لأنه الأشياء اللي مرت خلال الجائحة والدروس اللي كانت موجودة أعطتنا اللي هي تصور واضح خلال الفترة القادمة، إن كيس لا سمح الله حصل، وش ممكن احنا نتصرف وكيف احنا نتصرف من البداية. أيضا في الأشياء الأساسية هو الميجر فاكتور اللي ممكن اللي هي أثرت خلال اللي هي الجائحة، زي ما ذكرنا موضوع ترافل، موضوع اللي هو الكلايمت تشينج، أيضا في موضوع اللي هو increased human animal contact، وموضوع اللي هو shortage للهيلث كير workers، لما يصير عندنا اللي هو نصف في عندنا مستشفى شغال بطاقة استيعابية 100%، بدأت الهيلث كير worker ينصابون اللي هو مثلا بنفس الديزيز اللي موجود خلال البانديميك هذه، فمعناته انه عندنا القوى العاملة حتصير في عندنا اللي هي تنقص تدريجيا، بمعنى انه الطاقة التشغيلية او العملية التشغيلية للهيلث كير فاسيليتي حتقل، مضطر انه يصير في عندنا بعض الانستركشن في موضوع انه ما في حالات ممكن او ما في اللي هو ادمشن، موضوع اللي هو السيرجري اللي ممكن انها تتأجل، اي شيء ابوينتمنت ممكن انه يتأجل او ما يصير اللي هو او يتم الا فقط حالات اللي هي الايرجنت اللي قد يتم التعامل معها. فيما يخص اللي هو الاي بي سي للاوتبريك بريبيرنس ريدنس اند ريسبون الفريم ورك، 3 فيسز موجوده عندنا اللي هي البريبيرنس والريدنس والريسبون. طبعا كل ليفل حيكون عندنا اللي هو في شيء ايميديت، في شيء ايرلي، وفي شيء اللي هو ادفانس، وايضا لابد يكون في عندنا اللي هو في مرحله الفيدباك الكونتينيوس امبروفمنت لابد انها تكون موجوده. كانت في عندنا في المملكه كان في عندنا مرحله اللي هي البريبيرنس، وكان في ايضا عندنا مرحله اللي هي الريسبوند خلال اللي هي جائحه كوفيد. نيجي على الديفينيشن الخاصه بالثري فيسز اللي موجوده عندنا حاليا. كان في عندنا اللي هو فيما يخص اللي هو البريبيرنس اللي هي الاكتيفيتي اللي هي انشور يكون عندنا بيس لاين اللي هو للاي بي سي اكتيفيتي اكوردنج اللي هو للسيتويشن الموجود. فيما يخص اللي هو البلانز خاصه بال بابليك هيلث ايمرجنسي ريسبون ريليفنت اللي هو الهازارد ذس انكريز مابينج بوتنشال هازارد اند هازارد سايت ذات ايدنتيفيكيشن of available resources. ايضا فيما يخص اللي هو في موضوع اللي هو الناشونال، موضوع اللي هو resources او حتى موضوع الكاباسيتي للسبورت اوبريشنز. هذه المرحله تاخذ اللي هو من 6 months to 2 years in order to fully prepared for an emerging infectious disease or and or اللي هو public threats. هل احنا في المملكه نحتاج اللي هي 2 years to prepared؟ طبعا لا، لانه في البريبيرد بريبيرنس يتكلم هنا عن بارت او جزئيه اللي هي طبعا هذا حسب دبليو اتش او، يتكلم عن جزئيه اللي هي بروجرام للاي بي سي. في بعض الدول ما في اساسا اللي هو بروجرام خاص بالاي بي سي، ولما نتكلم عن اي بي سي معناته انه ريليتد للهيلث كير فاسيليتي تحديدا. عندنا في المملكه البروجرام للاي بي سي بادي من سنوات طويله، ما عندنا شيء احنا نتكلم عن بيسك، احنا نتكلم عن ادفانس اللي هي انفكشن كنترول اللي هي براكتس فيما يخص اللي هي سواء على موضوع اللي هو الانفراستراكشر اللي موجوده عندنا، موضوع اللي هو تريننج، موضوع ايضا اللي هو الهيومن ريسورسز، موضوع اللي هو الكواليفيكيشن الى اخره. المرحلة الثانية اللي هي الريدنس، وهذه اللي هي لينك افكت بريبيرنس اف افيسنت ريليف ستيتمنت اوف ذات كاباسيتي اند كاباسيتي اوف ريليف
ايجنسي اور سيرفيس. الاكتيفيتي هذه دائما تاخذ اللي هي 6 مانث. ليش؟ لانه الاكتيفيتي هذه اللي هي ريديوس امباكت اوف ذا اوت بريك هيلث كير سيستم كاباسيتي باي ايرلي كنترول اند فلاتينج اوف بانديميك كيرف اند افويدنج شارب كيرف. الفكره للريدنس، احنا في المرحله الاولى اللي تكلمنا عنها مرحله البريبيرنس كل شيء كان عندنا اللي هو ريدي. بدانا من اللي هي انفراستراكشر الى موضوع اللي هي الناشونال جايد لاين الى موضوع اللي هي السبلاي، ايضا اللي هي الاستابيليتي للسبلاي توفرها توزيعها الى اخره. بعدين ندخل في مرحله اللي هو كل شيء جاهز. بعدين في مرحله اللي هي الريدنس فقط تاكد اللي هي من الجاهزيه كل شيء. وي ار ريدي ان كيس ان حصل عندنا اي مشكله، وي ار ريدي تو اللي هو ريسبون للايفنت اللي موجود. مرحله اللي هي الريسبون اللي هي في الامرجنسي بمعنى اللي هو الاكشن اللي احنا ناخذه immediately according اللي هو البابليك ثريت بابليك هيلث ثريت على حسب اللي هو الديزيز. ومرحله اللي هو الريسبون احنا تقريبا ممكن سابقين دول كثير تقريبا من لما نتكلم في الرابد ريسبون تيم الخاص بالاي بي سي الموجود تقريبا من 2014 وكان في له ديفلوب او حتى ري اورجانيزيشن في 2017 لما كنا نتعامل مع حالات اللي هي الميرس كوف سواء اللي هي الانديفيدوال كيسز او حتى على اللي هي الاوت بريك اللي كانت تحصل على مستوى اللي هو الهيلث كير فاسيليتي او حتى في موضوع اللي هو الكوميونتي اوت بريك الخاص بالميرس كوف. اي نعم الكوميونتي هي مسؤوليه الزملاء في الامراض المعديه والصحه العامه، لكن اي اوت بريك كوميونتي للميرس كوف معناته حياثر على الهيلث كير فاسيليتي لانه حيكون عندنا حالات كثير اللي هي اكسبوجر. الاكسبوجر لابد يكون تريست ايدنتيفاي الناس اللي موجوده على اساس انه ما يروحون الحالات هذه تروح لمستشفيات مختلفه ممكن ما يتم التعامل معها بشكل صحيح في مرحله اللي هي الريسبيراتوري ترياج، وممكن احنا نفقد الحالات هذه وتصير عندنا اللي هي اوت بريك او ممكن حتى هيوج اوت بريك داخل الهيلث كير فاسيليتي. وحصلت خلال السنوات الماضيه انه لما يكون في عندنا اي حاله اللي هي سسبشن او حتى اكسبوجر لبوزيتيف كيس ممكن يروح المنشاه وما يتم اللي هو ايدنتيفاي ما يكون هو الشخص هذا صريح انه هو اساسا تعامل مع حاله بوزيتيف او حتى مخالط الحاله مؤكده وتاثر اللي هي على المنشاه ممكن يصير في عندنا الاوت بريك. ايضا واجهنا الشيء هذا خلال اللي هي جائحه كوفيد لما يكون في عندنا اللي هو حالات ممكن تكون بوزيتيف بعض الحالات يظهر عندهم الاعراض لكن هو ما يروح ما يتوجه للمنشاه الصحيه لانه كان مرتبطه بالكترونيك سيستم في موضوع اللي توكلنا اذا كان هو مخالط او حتى هو بوزيتيف يكون في فلاج معين حيكون في ريستريكت من اشياء كثير ممكن حتى موضوع اللي هو مقر عمله او حتى بعض المنشات الحكوميه ما حيقدر يدخل لانه في ريستريكشن معين موجود فيما يخص اللي هو الاكسبوجر او حتى اللي هو البوزيتيف كيس. وهذه احنا عاصرناها او عايشناها خلال مرحله اللي هي الجائحه. في موضوع اللي هو الريسبوند لابد انه يكون ايميديت وعلى حسب اللي هو الديزيز او اللي احنا نتعامل معاه لابد يكون اساسا في عندنا اللي هو تقرير مبدئي في عندنا تقرير اللي هو نهائي within اللي هو 24 hours الى 72 hours. طبعا فيما يخص اي شيء يخص اللي هو الايمرجينج او الريايمرجينج ديزيز في عندنا اللي هم الرابيد ريسبون تيم موجود للاي بي سي في جميع المنشآت في جميع اللي هي المناطق مسؤولية عند فريق مدرب قادر انه يتعامل مع اي ايفنت ممكن انه يحصل. واحنا اختبرنا التيم هذا صراحة خلال اللي هي الجائحة وكان تقريبا هو الفريق الوحيد اللي ممكن كان يشتغل من بداية اللي هي الجائحة حتى صار الوضع اللي هو ستيبل في جميع اللي هو المناطق اللي موجودة عندنا. الاكتيفيتي اللي ممكن تكون موجوده كبريف عندنا اللي هو في البريبيرنس زي ما ذكرنا مرحله اللي هو حسب ال WHO اللي هو 2 years في مرحله اللي هي ممكن 6
اشهر في مرحله اللي هي الادفانس، المستشفيات او المناطق اللي ممكن تكون عندها اساس نظام صحي قوي. الاميديت اللي هو لابد يكون عندنا فانكشن ديفلوبمنت للاي بي سي ميجرمنت للاوت بريك، اليه التعامل، وهذه لابد يكون في عندنا اللي هو جايد لاين واضح ومحدد لتعريف الديزيز اللي موجوده، ايش الاكشن اللي ممكن يتخذ، وايضا في مرحله او جزء فني بحت في اليه اللي هي التعامل مع الحالات، موضوع اللي هو الازل، التريسنج، الفولو اب لاحقا، وايضا كيف يتم التعامل معها من خلال اللي هي خطه تصحيحيه كورتي اكشن بلان، يتم التعامل بشكل صحيح حتى انه ما يصير عندنا اللي هو او يتكرر موضوع اللي هو الاوت بريك. طبعا لما نتكلم عن الجزئيه هذه بنجيها اساسا في الجزئيه الخاصه في المملكه، كيفيه انه احنا كنا اساسا جاهزين من قبل لا يجي قبل لا تجينا اللي هي الجائحه. في موضوع الريدنس زي ما ذكرنا اللي هي جاهز، جايد لاين موجوده، السبلاي موجود، الناس مدربه، عندي ناس كواليفيكيشن عندهم عالي. ايضا في موضوع اللي هو السبلاي، موضوع التريننج في عندنا على جزئيتين، سواء الاي بي سي اللي موجودين في المنشات الصحيه او حتى الهيلث كير وركر بروفايد اللي موجودين في المنشات الصحيه اللي هم الاند يوزر اللي يتعاملون مع البيشنت. فواحد من البرامج اللي موجوده حاليا عندنا وبادي من فتره طويله اللي هو البيكسل، هو بيسك انفكشن كنترول، الكل اوير عن البرنامج هذا، ولا بد انه يكون 100% في جميع المنشات الصحيه، لان احنا نتكلم عن بيسك انفكشن كنترول براكتس. ايضا في مرحله اللي هي ريسبون اعتقد انه كانت واضحه خلال اللي هي مرحله الجائحه، وحتى اليوم لما يصير في عندنا اي ديزيز معين، يعني انا بعطيكم مثال في حالات اللي هي الانبوكس اللي حصلت خلال اللي هي تقريبا بدات في 22 او حتى في نهايه 21، في اي طبعا في المملكه احنا ما سجلنا اي حاله انبوكس، طبعا الاسم السابق اللي هو كان المانكي بوكس ولكن تغير خلال السنه الماضيه حسب WHO الى اللي هي الانبوكس الاسم الرسمي تبعه. طبعا اي حاله انبوكس تحصل لابد يكون في فيزيت من الرابيد ريسبون تيم اللي موجود في المديريه كاي بي سي للمنشاه الصحيه، ويصير في بروسيس معينه في موضوع التريسنج من اول ما دخل البيشنت حتى مرحله العزل، في موضوع الاكسبوجر برضو في جايد لاين خاص بالاكسبوجر يوضح اللي هو الليفلز للاكسبوجر واليه اللي هو التعامل معاهم، وفي بعض الحالات تحتاج اللي هي بعض الحالات تحتاج اللي هي فاكسينيشن، فكانت هذه موجوده خلال اللي هي المرحله الحاليه لازم شغالين عليها، لانه لازم نستقبل بعض الحالات اللي هي انبوكس. طبعا جميع الحالات هي كوميونتي، ما هي ريليتد للهيلث كير فاسيليتي، ما تم تسجيل اي سكندري ترانسميشن عندنا اللي هو داخل المنشآت الصحيه، ولله الحمد الى اليوم. The question what are the challenge of preparedness and readiness of IBC in emergency، وايضا ايش السجستشن اللي ممكن كسوليوشن مطروحه. رقم واحد من اهم الاشياء اللي موجوده عندنا موضوع اللي هو الناشونال جايد لاين واللوجستيشن للامرجنسي بريبيرنس. واحده من الاشياء الموجوده انا كيف اتعامل مع اي ديزيز، كيف هاو تو جايد اللي هم الهيلث كير فاسيليتي انهم يتعاملون خلال مرحله محدده. لما بدات عندنا كوفيد تقريبا كان في عندنا دليل خاص اللي هو بالمانجمنت بتعريف اول شيء اللي هو الكيس ديفينيشن للحاله لاي هيلث كير فاسيلتي لاي هيلث كير بروفايدر خصوصا الفيزيشن، كيف انهم ريكوجنايزيشن او كلينيكال سسبشن للحاله، في تعريف او دليل واضح ايش الساين سيمبتومز، ايش الهيستوري اللي ممكن ياخذه الفيزيشن حتى انه يتعامل او يشخص الحاله. بعدها يبدا اللي هو في الجايد لاين كيف انها تعزل، كيف يتم حصر المخالطين، آلية التعامل لاحقا مع المخالطين، وايضا اللي هي مرحلة اللي هو الفولو اب. موضوع البوليسي والجايد لاين هي رقم واحد على اساس ان احنا نعرف
عندنا داء او اللي هو البيسك انه يكون عندنا جايد لاين بوليسي كيف نتعامل مع الحاله. رقم اثنين كانت عندنا ايضا من الاشياء اللي موجوده اللي هو الافيبيليتي الاكسسبيليتي فور بلان فور ايمرجنسي بريبيرنس ريسبوند اند ريكفر، وهذه كانت موجوده عندنا اللي هي من خلال الاي بي سي كومبوننت للاوت بريك، اليه التعامل مع التفشيات بشكل عام، او كان في دليل خاص اللي هو بالاوت بريك وصار له اللي هو ريفيو لاكثر من مره وصار له ابديت لاكثر من مره حتى انه صار عندنا اخر ابديت كان اللي هو فيرجن 7.1 اللي كان في سبتمبر 2023. ايضا في موضوع اللي هو الكوردينيشن للكوميونيكيشن ميكانيزم، واحده من اهم النقاط الموجوده في اي اوت بريك موضوع اللي هو الكوميونيكيشن، اللوس كوميونيكيشن في اي ليفل حيسبب لنا ديزاستر، ويبدا عندنا الكوميونيكيشن اذا نبداها على مستوى اللي هو الهوسبيتال نفسه داخل الهيلث كير فاسيليتي، يبدا اللي هو من الاي بي سي مع اللي هي الريليفنت ديبارتمنت اللي موجود، ايضا بالاضافه الى اللي هو الاداره الادمنستريشن اللي موجود في المنشاه الصحيه، بالاضافه الى اللوجيستيك فيما يخص اللي هو السبلاي. فهذه الكوميونيكيشن اتش هوسبيتال شود دي هاف كلير فلو شارت او كلير اللي هي بوليسي خاصه بالكوميونيكيشن ان كيس انه حصل عندهم اي اوت بريك، على اساس احنا نتفادى موضوع اللي هو المست للكيسز او حتى للسبلاي. حصل عندي اوت بريك في منشأة صحية محددة، لابد في الاي سي يو كمثال حيصير فيه اللي هو كونكشن او كوميونيكيشن مع الاي سي يو ديبارتمنت، ايضا مع اللاب لانه هو الجهة المخصصة في موضوع اللي هو آلية اللي هي العينات سحب العينات او حتى اللي هي البروسيس للسامبل نفسها، وايضا مع الديبارتمنت الخاص بالانجينيرنج في موضوع اللي هو غرف العزل، وموضوع ايضا اللي هو السبلاي او الميديكال سبلاي اللي هم التموين بشكل عام، آلية توفير السبلاي فيما يخص سواء كانت اللي هي الدياجنوستيك سبلاي او حتى اللي هي البي بي اي. طبعا الليفل هذه موجوده على مستوى اللي هو سب ناشونال وناشونال، على مستوى اللي هي المستشفى، بعدين على مستوى التجمع، مستوى المديريه، وايضا على اللي هي الوزاره. وفي موجود حاليا تقريبا هو المؤشر، في مؤشر موجود عندنا في الاي او سي اللي هي مركز الازمات والكوارث خاص بالاي بي سي يقيس جزئيتين محدده فيما يخص اللي هي توفر السبلاي الخاصه بالانفكشن كنترول اللي هي الامرجنسي سبلاي، في بعض اللي هو الاليمنت من السبلاي الخاصه بالانفكشن كنترول حاطينها او لها مونيتور معين في كل منشاه صحيه عن طريق ممثل اداره اللي هي الازمات والكوارث اللي موجوده سواء على مستوى الديوان الوزاره او حتى على مستوى اللي هي ممثل لهم فروع في المناطق وحتى في الهيلث كير فاسيليتي، بالاضافه الى قياس اللي هي مدى توفر غرف العزل وشغلها وهل هي اساسا مطابقه او لا. فهذه لها مونيتور ولها مؤشرات ترفع بشكل او تحدث بشكل تقريبا يومي وبشكل اسبوعي، ولها داشبورد موجود في الاي او سي وتعرض لجميع القيادات في الاجتماعات الاسبوعيه او حتى الاجتماعات اللي هي الشهريه. عندنا جزئيه خاصه كاي بي سي او كانفكشن كنترول، يعني احنا مشاركين معاهم في بعض المؤشرات ونطالع ونتابع اللي هي فيما يخص في مؤشر خاص اللي هو بالتفشيات موجود يتابع بشكل اسبوعي. ايضا في موضوع اللي هو السيرفيلانس والايرلي ورنينج للانفورميشن اللي هو مانجمنت، لابد يكون اللي هو السيرفيلانس لابد يكون متوفر، لابد يكون على كواليتي عالي، نوعيه الداتا، الفورمات المستخدمه ورقيه الكترونيك، حاليا الجميع تقريبا اللي هو الكترونيك سيستم موجود، وايضا من خلال اللي هي البلاتفورم الخاص بالجي دي اي بي سي فيما يخص اللي هي سواء كانت اللي هي الداتا بيس او حتى في مرحله اللي هي المونيتورنج. خلال الجائحه كانت في عندنا اشكاليه لما اللي هو
كولكت الداتا للهيلث كير وركر. احنا كنا نتابع اللي هم جميع الهيلث كير وركر اللي موجودين في المملكه في جميع القطاعات الصحيه، سواء على المستوى اللي هو الام او اتش او حتى الجفرمنت الام او اتش او حتى البرايفت سيكتور، جميع الحالات المصابه كان في عندنا ديلي ريبورت عنها من اول ما بدات اللي هي الجائحه، وايضا اللي هو حالات اللي هم الاكسبوجر اللي كانوا موجودين، بالاضافه الى الناس اللي هم اخذوا اللي هم الفاكسينيشن. فصار عندنا خلال تقريبا 2021 اللي هو بلاتفورم خاصه بالجي دي اي بي سي للديلي كوفيد هيلث كير وركر بوزيتيف كيسز، جميع الحالات اللي تتسجل في المنشآت الصحيه يكون عندنا لهم اللي هم الداتابيس تبعهم، نوعيه الاصابه اذا كانت كوميونتي اذا كانت هوسبيتال اكوايرد، وايضا في مرحله اللي هي الفاكسينيشن اللي هم ماخذينها ايش نوع الفاكسين اللي هم ماخذينه، وايضا اللي هو الاوت كم، هل الحاله هذه كانت كيورد او حتى توفت. كان في جزئيه خاصه بالحالات الوفيات، في داشبورد كان موجود في حالات اللي هي الاي سي يو حتى حالات الوفيات، والى اليوم لازلنا نستقبل اللي هي حالات الوفيات الله يرحمهم اللي توفوا، لانه في لهم بروسيس صادر معين فيما يخص التعويض المالي حسب اللي هو الامر السامي اللي صدر للجائحة في تعويضهم المصابين اللي هم أو ذوي المصابين لتعويضهم ماليا، وفي لها بروسيس معينة. لكن في عندنا اللي هو داشبورد خاص أيضا اللي هي بحالات الوفيات اللي كانت كهيلث كير وركر مرتبطة اللي هي بالجائحة. واحدة من الأشياء اللي كانت واجهناها خلال الجائحة موضوع اللي هو الديجنوستيك سيرفيس، موضوع اللي هو التشخيص المختبرات أو الكت اللي موجودة. واعتقد انه وصلنا مرحله انه يكون في عندنا اللي هي يعني حتى الدياجنوستيك اللي هي اللي هي تستخدم مره واحده اللي هي الجاهزه، انه يكون عندنا اللي هي رابيد تيست موجود يشخص الحاله بدون ما نروح اللي هو للديب في موضوع الانفستيجيشن، موضوع الدياجنوستيك اللي هو البي سي ار والى اخره، ممكن تاخذ اللي هي بروسس معينه. لكن ايضا خلال الجائحه كان في عندنا اللي هو حتى في المختبرات اللي كانت موجوده، وكان في مختبرات طبعا قبل الجائحه ما كان في عندنا مختبرات اقليميه في اغلب المناطق، وهذه واحده ممكن من البنفيت او الاشياء الايجابيه خلال الجائحه، انه كان الان متوفر عندنا تقريبا مختبرات اقليميه موجوده في جميع المناطق. ايضا كان في بعض المناطق اللي ما كان فيها اساسا اللي هو مختبرات اقليميه تم توفير اللي هي عربات متنقله ايضا اللي هي تساعد في موضوع اللي هو التشخيص، لما كانت في البدايه فقط نعتمد على موضوع اللي هو البي سي ار قبل لا يصير في عندنا اللي هو الادفانس اللي هو وصلنا لمرحله اللي هي الرابيد تيست. ايضا من الاشياء اللي ممكن تكون عندنا تشالنج موضوع اللي هو الريسيرش، موضوع اللي هو الايفاليويشن الانفورميشن خاصة اللي هو بالجاهزية، كيف انه احنا سوينا خطة او عندنا خطة جاهزة، عارفين انه كيف احنا نتعامل مع الحالات، لكن لابد يكون في لها تقييم محدد في كل مرحلة على اساس انه نصحح الاخطاء اللي تكون موجودة. اي خطة موجودة لابد يكون مع الشغل الحقيقي، لابد يكون في اخطاء، لابد يكون في مست في بارت معين او في جزئية محددة، فلا بد يكون في عندنا اللي هو تقييم لكل مرحله على اساس ان نتفادى اي خطا بشري ممكن يكون موجود او ممكن يكون خطا في السيستم اللي احنا نتعامل معه كهيلث سيستم. موضوع اللي هو الفاينانشال، واحده من الاشياء اللي هو فيما يخص اللي هو الريسورسز الهيومن الفاينانشال لوجيستيك سبلاي، هذه كانت واحده من الاشياء اللي كانت موجوده. لكن خلال تلك المرحله كان فيه اللي هو دعم مالي للناس اللي كانت تشتغل خلال الجائحه، بسبب انه الكل كان يحتاج اللي هو مان باور انهم يكونون يشتغلون اللي هو بعض الاحيان الى اكثر من 12 ساعه في اليوم، فكانت اللي هو يعني في جزء خاص ايضا حتى بالموضوع الدعم، ايضا في موضوع اللي هو لوجيستيك لما نتكلم على موضوع اللي هو اللاب دياجنوستيك اللي موجوده اللي توفرت، ايضا موضوع اللي هو الفاكسينيشن، موضوع الرابيد تيست الى اخره. تريننج كان في عندنا اللي هو
تقريبا بادين في التريننج. لما نتكلم عن البكسل من سنوات تقريبا اكثر من 7 8 سنوات ماضيه، وكان بعد الله سبحانه وتعالى هو مساعد لنا. ولما نلاحظ على موضوع الفيت تيست، لما احنا كنا في مرحله اللي هو المانيوال، والان صار عندنا اللي هو الكترونيك ديفايس موجود يختصر التايم ويختصر لنا الوقت ويعطينا الاكيوريت اللي هو سايز اللي موجود للهيلث كير وركرز. في عندنا حتى ايضا التقنيه ساعدتنا في اشياء كثيره خلال اللي هي ثلاث او السنوات اللي هي ثلاث الجائحه. ولما نتكلم على موضوع اللي هو البي بي اي، والمرحله اللي كانت عندنا فيها اشكاليه في مرحله اللي هو الشورتج، وفي مرحله انه ما صار في عندنا اللي هو بي بي اي، ما في احد كان يتوقع قبل الجائحه لما نتكلم في 2018 انه ممكن انا اجي في مرحله ما اقدر استورد اللي هو سيرجيكال ماسك مو متوفر، او حتى جلوفز مو متوفر، او ممكن حتى الجاون او حتى ال 95 غير متوفر. وهذه واجهناها خلال الجائحة، لكن كان في حل بديل في موضوع اللي هو الاكستند يوز، وأيضا اللي هو الريوز خلال اللي هي الجائحة. الحمد لله يعني ما كان في تأثر كبير، طبعا التأثير كان على جميع القطاعات في المملكة وأيضا في جميع اللي هي القطاعات الصحية في العالم، لدرجة أنه حتى موضوع اللي هو الديجنوستيك لاب تيست اللي كانت موجودة في بعض الدول ما كان موجود أساسا عندها، فاضطرت اللي هو في بعض الدول اللي هي مساعدات أو منح لبعض الدول اللي ما عندها أنها تستير خلال المرحلة هذيك. أيضا موضوع البي بي إي اللي أساسا توقف إنتاجها للدول المصدرة، وفقط اللي هي ما صارت تصدر، فقط صارت تصنع لنفس الدولة وتصدر اللي هو أو توزع اللي هو داخليا. طبعا في الجزئية هذه نتكلم اليوم عندنا اللي هي الشركة الخاصة باللوجيستيك عندنا اللي هو نوبكو، عندهم بلان واضحة في حالات لا سمح الله انه ايمرجنسي بلان معينة، او في مرحلة ايمرجنسي سيتويشن محدد، ففي عندهم ستوك خاص اللي هو موجود داخل وخارج المملكة، بالإضافة إلى اللي هو التصنيع المحلي. انه في عندنا اليوم اللي هي شركات جالسه تصنع البي بي اي بشكل، او حتى موضوع اللي هو الجل الكحولي، او حتى موضوع اللي هو الكلين جود او الديسنفكت اللي موجوده الخاصه، واحده من الاشياء اللي موجوده كاي بي سي ميجرمنت. الان نجي على مرحله اللي هي المملكه واليه اللي هي التعامل مع جائحه اللي هي كوفيد. طبعا عندنا في المملكه لما نجي، او قبل لا نتكلم اكثر، في عندنا الصور هذه ممكن تعطينا بس لمحه عن الوضع اللي كان موجود خلال 2020. اكثر صوره كانت بارزه اللي هي المتحدث الرسمي الدكتور محمد، يعني هذا كان فاميليار لجميع الناس من خلال اللي هي الوضع السيء اللي كان موجود خلال الجائحه. كل شيء كان سلبي من خلال الرسائل اللي كانت موجوده. اغلب الرسائل اللي كانت موجوده تعطي الناس في موضوع اللي هو الجاذرنج، انه ما يكون في تجمعات، موضوع اللي هو السوشيال ديستانس، موضوع اللي هو اليونيفرسال ماسك، اي شخص عنده ناس كبار في البيت، كبار سن في البيت، عنده اطفال، في حال انه شعر باي ريسبيراتوري ديزيز لابد انه هو يحافظ على السوشيال ديستانس امنه، بالاضافه الى السيرجيكال ماسك انه يكون ملازم عليه، بالإضافة إلى اللي هي الهاند هيجين. خلال المرحلة كان في بعض الإجراءات أو بعض اللي هي التوصيات اللي أساسا ما كانت صادرة صراحة اللي هو من الوزارة، لكن كانت اجتهادا من الناس. موضوع الناس اللي فقط كانت تلبس اللي هي الجلوفز اللي موجود في بعض المحلات خصوصا في الأسواق الكبيرة، وهذه كان لها أساسا اللي هو تأثير سلبي، لأنه كان المنظر ما كان صحي اساسا، فقط الناس كان يكفيها موضوع اللي هو الهاند هيجين بشكل صحيح، وكانت اللي هو الجل الكحولي كان اساسا متوفر في اغلب اللي هي المنشات، سواء اللي هي الببليك او حتى اللي هي المنشات الحكوميه او حتى المنشات الصحيه. فكانت الرساله خلال تلك الفتره في موضوع اللي هو الاجراءات، كانت في رسائل لو لاحظ اللي هي عن طريق وزارة الداخلية، عن طريق المقام السامي فيما يخص اللي هو
حظر التجول، ايضا في موضوع الحظر الكلي، الحظر الجزئي، منع السفر، فتح السفر، اضافه الى انه في فتره معينه كانت فقط فتح السفر لبعض القادمين من دول معينه، في دول كانت فيها ايقاف للسفر خلال بعد ما تم فتح السفر، كان في اجراءات محدده في موضوع الفاكسينيشن، اي شخص يسافر لابد انه ياخذ الفاكسين اللي هي الجرعتين او حتى الجرعه اللي هي المعززه، ايضا حتى خاصه اللي هي بالدوامات كان في اشتراطات معينه خلال تلك المرحله. ممكن الصوره اللي كانت موجوده حتى خلال الجائحه في 2020 2021 موضوع الحج ما توقف بس كان موجود لكن وفق اشتراطات صحيه محدده. ايضا في عندنا من اللي هو الابلكيشن اللي كانت موجوده عندنا زي اللي هي تطمن، زي عندنا اللي هو صحتي انات الخاص اللي هو بالهيلث كير وركر، ايضا في موضوع توكلنا اللي كان نقله نوعيه خلال مرحله وجيزه، وهذه من الاشياء او البنفيت اللي كانت موجوده صراحه من خلال الجائحه. توكلنا لما بدا كان في مرحله فقط الشخص هذا فاكسينيتد نوت فاكسينيتد، الشخص هذا مصرح له بالتجول وغير مصرح له بالتجول. طبعا المرحله الورقيه بالتصاريح كانت مرحله مؤقته، بعدها دخل اللي هو توكلنا في موضوع التصريح الامني للتجول، ثم مرحله اللي هي فاكسينيشن فاكسينيتد نوت فاكسينيتد بوزيتيف اكسبوجر الى اخره. واليوم احنا وصلنا مرحله متقدمه والكل تقريبا اليوم قاعد يستخدم اللي هو توكلنا. الصورة اللي تحت في اليسار تعطينا الوضع اللي كان موجود، النقاط الأمنية اللي كانت موجودة في جميع الشوارع في جميع المدن تنفيذا للتوجيهات اللي هي الاشتراطات الصحية اللي كانت موجودة خلال الفترة، موضوع اللي هو حظر التجول اللي كان زي ما ذكرنا تأثير سلبي لها، وممكن في بعض الناس دخلت في مرحلة اللي هو ديبريشن لأنه في ناس متعودة انها دائما اغلب وقتها تكون خارج البيت او تمارس نشاطات خارج البيت، اضطرت في فجأة معينة انه تكون اللي هو اغلب وقتها حيكون موجود في البيت، ما في يعني ما عنده اي نشاطات يقدر يسويها خارج البيت الا بتصاريح، وتصاريح تكون اللي هي مدة زمنية. بغض النظر عن جميع الاشياء اللي ممكن خلال فترتها او خلال المرحلة دي كانت الناس تشوف انها شكل انها شيء سيء او شيء سلبي، الا انه تأثيرها علينا احنا في المجال الصحي كانت جدا كبيره وعميقه، وكلنا واجهنا اللي هي خلال المرحله هذه خلال تلك المرحله اللي هي التحديات اللي كانت موجوده، وكيف الاشياء او التنظيمات اللي كانت موجوده تصدر عن اللي هي الاجهزه الحكوميه اللي موجوده في الدوله، كيف انها ساعدتنا بشكل او باخر خلال اللي هي الجائحه وسهلت من مهامنا، وايضا اللي هي للوصول الى اللي هي مقرات العمل او المنشآت الصحيه خلال تلك الفتره. لما نجي نتكلم عن الاستعدادات اللي كانت للجائحه او حتى قبل الجائحه، فحنا عندنا اللي هو قبل 2020 وعندنا خلال مرحله اللي هي البريبريشن اللي هي من يناير الى فبراير 2020، بعدين لما بدات عندنا الحالات اللي هو في مارش حتى أغسطس اللي كانت عندنا اللي هو في أغسطس اللي كانت عندنا الحالات اللي مرحلة الحجر تقريبا كانت بدأت من اللي هو إبريل إلى أغسطس، كانت في عندنا هذه المرحلة اللي كان فيها الحجر وأيضا اللي هو حظر التجول من سواء كان بشكل جزئي أو حتى اللي هو بشكل كامل. بعدين اللي هو تقريبا بعد سبتمبر بدأت الأمور تخف بشكل اللي هو تدريجي. لما نيجي نتكلم عن المرحلة اللي قبل كوفيد، احنا تقريبا من أكثر الدول كجاهزية في موضوع اللي هو لما نتكلم عن الاي بي سي تحديدا، بغض النظر عن بقية القطاعات اللي هم أكيد أساسا هم أفضل أو كنا من أفضل الدول في التصدي للجائحة، لكن كاي بي سي احنا كان عندنا اللي هو أفادتنا بعد الله سبحانه وتعالى تجربتنا الفريدة اللي كانت موجودة في التعامل مع حالات ميرسكوف اللي خلتنا يكون عندنا أول شيء اللي هو جايدلاين كيف نتعامل مع الحالات مع الإكسبوجر، اضطرينا من خلالها أن يكون في عندنا إنفراستراكشر جدا قوي وواضح، بدأ اللي هو من مرحلة اللي هو ريسبيراتوري ترياج والبروسيس اللي تطورت على البرنامج هذا، أيضا السكورينج سيستم اللي كان موجود في الترياج،
اللي هو الكيس ديفينيشن للحالات، تعريف الحالات، عزل الحالات، ايضا فيما يخص الانفراستراكشر في موضوع اللي هي غرف العزل انها تكون وفق اشتراطات اللي هي الستاندر الخاصه بالانفكشن كنترول. فيما يخص اللي هو سواء كانت اللي هي نيجاتيف بريشر او حتى اللي هي البوزيتيف نيجاتيف بريشر او حتى اللي هي السنجل روم هيبا فلتر. فكان في عندنا اساسا في السيستم موضوع اللي هو الهيبا فلتر، نيجاتيف بريشر، ريسبيراتوري ترياج، موضوع اللي هو الايكا، موضوع اللي هو السيرفيلنس، موضوع البيكسل، البي بي اي. الاشياء هذه كلها ما كانت جديده، كلها اساسا كانت موجوده من اول. يعني حتى الجايد لاين الاول اللي طلع ساعدنا كثير، اللي هي اليه اللي هي التعامل، مرحله اللي هو الانكوبيشن بيريود كم كان. طبعا حسب اللي هي الاصدارات او التحديثات اللي كانت تجي عن طريق اللي هي WHO. ايضا كانت في عندنا اللي هو التدريب، كان في عندنا اللي هم هيلث كير وركر تريند فيري ويل على موضوع اللي هو سحب العينات، او كان في اشتراطات معينه لسحب العينات كيف احنا ممكن نسوي. تقريبا بالاضافه الى الانفراستراكشر الجاهزه اللي كانت موجوده عندنا واللوجيستيك اللي كانت متوفره خلال المرحله اللي قبل الجائحه، تقريبا من نوفمبر اول ما بدات 20 نوفمبر 2019 لما بدات الصين واعلنت الحالات في ووهان، بعدين بدات اللي هي الحالات اللي تطلع خارج الصين. هنا كان في اللي هو preparedness بلان محدده على اليه التعامل. اول حدث واجهناه على مستوى اللي هو وزاره الصحه، ممكن الطلاب اللي كانوا موجودين في الصين لما وصلوا للمملكة، نوعية الطيارة اللي جابتهم، تدريب اللي هم الطاقم اللي كان موجود أو اللي الكرو اللي كان موجود على متن الرحلة، بموضوع اللي هو السيرجيكال ماسك، موضوع اللي هو نفسهم الطلاب اللي هم يلبسون السيرجيكال ماسك، اشتراطات الصحية اللي كانت موجودة. أيضا من لما وصلوا المطار حتى أنه وصلوا في موقع اللي هو في المحجر، ايضا كان في خلال الجائحه تقريبا اللي هي جايد لاين كان موجود، الخطه للتعامل مع اللي هم القادمين من السفر، الخطه للتعامل مع ايضا اللي هم الحالات البوزيتيف، وكانت في توجيهات واضحه وصريحه ما في اي حاله بوزيتيف تجلس في الكوميونتي. ومن هنا بدات فكره اللي هي الحجر او العزل المؤسسي اللي بدات في فنادق، في شقق، في مدارس على حسب كل منطقة. وفي عندنا بعض المناطق اللي بدأت بتسجيل الحالات اللي كانت في المنطقة الشرقية، بعدين في الرياض، جدة، مكة، بعدين توزعت على باقي المناطق. في مناطق تأخرت أساساً في تسجيل الحالات تقريباً على نهاية إبريل أو حتى على بداية مي. في بعض المناطق كان في عندهم اللي هو الإشكالية اللي كانت موجودة في الرش كيسز اللي كانت تجي للمستشفيات. وصلنا مرحلة انه كان في عندنا جايد لاين خاص في اللي هو الهيلث كير وركر البوزيتيف، ان كيس انه وصلنا مرحلة شورتج انه ما عندنا هيلث كير وركر، جميع الهيلث كير وركر بوزيتيف مصابين، حتى انه الهيلث كير وركر البوزيتيف اللي ما عنده سيمتومز ممكن يتعامل مع حالات اللي هي بوزيتيف. لكن الحمد لله احنا كجايد لاين هو موجود، لكن ما اضطرينا انه نوصل للمرحلة هذه. اي نعم انه كان في عندنا كوهورتينج للحالات اللي تكون داخل المنشآت الصحيه، ايضا في المحاجر للناس اللي هم بوزيتيف وداوت اللي هو سيريس سيمتومز، يعني ما يحتاجون اللي هو تدخل طبي عاجل، موضوع اللي هو ممكن رعايه طبيه عاجله، فكان موجود اللي هي في المحاجر. كوفيد اي ثينك انها اختبرت جميع الناس موجودين خلال في المملكة، حتى خارج المملكة، جميع الأسر أو جميع البيوت وصلتهم اللي هي كوفيد بطريقة أو بأخرى. أيضا يكون عندنا اللي هو في حالات كثيرة الله يرحمه توفوا خلال الجائحة بسبب اللي هي الكومبليكيشن. كانت عندنا من يناير إلى فبراير مرحلة إنه في عندنا دوكيومنتيشن خاص كجايد لاين، بالإضافة إلى فورمات محددة للرابيد ريسبون تيم للتقرير الأولي، التقرير النهائي، أو حتى اللي هو الداتا او البيس لاين داتا للهيلث كير وركر اكسبوجر او حتى اللي هم البوزيتيف كيسز.
ممكن الانفكشن كنترول هم كانوا مشاركين من اللحظه الاولى اللي تم اعلان اللي عند وصول الحاله الحالات الطلاب اللي كانوا جايين من الصين. فهذه من المرحله الاولى اللي شاركت فيها الانفكشن كنترول از اللي هي الجي دي اي بي سي او حتى على مستوى انفكشن كنترول في صحه الرياض. ايضا في الحالات اللي كانت موجوده في المطارات اللي كانت موجوده في المطارات الدوليه اللي هم مع الزملاء في اداره المنافذ برضو الانفكشن كنترول كانوا موجودين. كان في رحله تقريبا اللي هي بدايه الجائحه للبحرين للمواطنين اللي كانوا موجودين هناك وكانوا اكسبوجر او حالات بوزيتيف، فكان في زياره خاصه من الريسبون تيم لهم. وايضا الحالات اللي بدات في قطيف في الشرقيه تحديدا وموضوع اللي هو الاستراكشن اللي كانت موجوده خلال تلك الفتره في موضوع اللي تعليق الدوام لمده اسبوعين، بعدين كان في حظر جزئي حظر كلي، بعدين توقفت اللي حركه الطيران، توقفت اللي هي الرحلات سواء البريه او الجويه، جميع وسائل النقل اللي هو كان فيها قرار انها توقفت. بعدين بدانا اللي هو ندخل في مرحله تسجيل الحالات. اصعب ممكن شهور واجهناها في بعض المناطق كانت اللي هي شهر مي شهر جون، كانت اللي هي كارثيه في كثير مستشفيات تضررت، لكن الحمد لله ما وصلنا مرحله اللي هي الكولابس للهيلث سيستم، لانه ما يعني كانت في مستشفيات تشيل مستشفيات ثانيه، كان في عندنا هيلث كير اللي هم البروفايدر مدربين بشكل صحيح، ايضا اللي هي الفاسيليتي او حتى الكونستراكشن اللي كان موجود عندنا اللوجيستيك كان جدا عالي، ساعد بتقليل اللي هي المشاكل اللي صاحبت اللي هي الجائحه. بعدها تقريبا بعد ما كان الوضع ستيبل اللي هو في اوغست بدات مرحله اللي هو احنا نشوف الاشياء اللي موجوده عندنا، لدرجه انه كان في عندنا اللي هي اجتماعات يوميه، اتكلم على مستوى الجي دي اي بي سي، اجتماعات يوميه من اول تقريبا من بدايه ابريل الى اوغست حرفيا بشكل يومي كان في اجتماع. جت فتره اللي هو ما في اجازات، كانت بقرار اللي هو من معالي الوزير ايقاف الاجازات اللي هم للهيلثكير وركر بشكل عام. بعدين جت فتره سمحوا تقريبا فقط بخمس ايام، بعدين يعني كانت فتره صعبه على الجميع، لكن برضو كان في دروس كثيره مستفاده خلال تلك المرحله. لو نلاحظ هنا اللي هو فريم او كيف احنا بدانا، ايش اللي احنا سويناه خلال تلك المرحله. لو لاحظ اللي هي قبل اللي هو مرحله البريبريشن قبل اللي هو الكوفيد، وكان في عندنا اللي هي ورش عمل اللي هي خاصه بالربد ريسبون تيم، كانت اللي هي تقريبا حتى اخر ورشه كانت عندنا اللي هي في ديسمبر اللي هو 2019 كانت في ديسمبر، كان عندنا اللي هي ورشة عمل وآخر ورشة عمل إحنا سويناها للربد ريسبون تيم في المرات، وكانت تتكلم حتى على موضوع اللي هو كسيناريو إن كيس إنه حصل عندنا أوت بريك. طبعا ما كنا متوقع على أساس إن إحنا نوصل مرحلة اللي هي الديزاستر اللي كانت في الكوفيد، لكن بشكل أو بآخر الناس كانوا عارفين كيف إنهم يتعاملون من وين يبدأون وكيف يتعاملون وكيف يمشون الأمور، والحمد لله كان لها تأثير جدا إيجابي خلال تلك المرحلة. بعدها كان في عندنا اللي هو السيلف اسسمنت، انعمل خاص بكوفيد، وكان السيلف اسسمنت هذا اللي هو خاص بالهيلث كير فاسيليتي كانفراستراكشر، ايضا فيما يخص اللي هو المان باور، فيما يخص اللوجيستيك جايد لاين الى اخره. في اشياء كثير انعملت خلال الجائحه في موضوع اللي هي زي ما ذكرنا الريوز اللي هو البي بي اي والاكستند يوز، وايضا في موضوع اللي هو الكلينينج والديسانفكشن. ففي اكثر من اللي هو بوليسي او ببلشت ايضا كانت اللي هي خلال مرحله الانفيسيف، ايضا في موضوع اللي هو بروجكت كان اللي هو مع الكواليتي ديبارتمنت فيما يخص اللي هو ريديوس للاتش ايز ريت ميمو، من خلال لما تتذكرون كان في عندنا موضوع اللي هو 14 جروب معين يداومون اللي هو في المستشفيات 14 يوم بعدين يريحون، والفريق الثاني يداوم اللي هو تقريبا 14، كان في تقسيم 50%
للبعض اللي هي الاقسام اللي موجوده في المستشفى اللي ما هم يتعاملون مع بيشنت تحديدا في بعض الاقسام اللي هي السبورتيف سيرفيسز اللي فقط 50%، بعض الاقسام الاداريه تقريبا الى 50% اللي هم يداومون، والباقي يكونون اللي هم يداومون عن بعد. ممكن الطاقم او التخصص الوحيد او التخصصات الوحيده اللي كانت ما صار فيه تقليص ولا حتى 50%، لانه كنا نحتاج كل شخص متوفر، اللي هم الاطباء، التمريض، ايضا اللي هم الار تي. تقريبا ممكن هذه الثلاثه ديبارتمنت اللي كانت، بالاضافه الى اللي هم حقين الاكس راي. تقريبا هذه التخصصات اللي كانت لابد انها تكون متواجده بكامل العدد والقوى اللي موجوده خلال تلك الجائحه. ايضا كان في عندنا اللي هو التريننج خلال اللي هي مرحله اللي هي الجائحه. بعدها كان في كومن كويستشن خلال اللي هو كانت نسختين اللي هي انجليزيه وايضا اللي هي العربيه للهيلث كير وركر، كيف ان هم يتعاملون اللي هو مع الحالات البوزيتيف او الحالات اللي هو المخالطه. الاشكاليه اللي واجهتنا في موضوع اللي هو السكن الجماعي اللي كان موجود للهيلث كير وركر، واحده من اكثر الديفكت اللي احنا واجهناها خلال الجائحه. ايضا في موضوع الحالات البوزيتيف، هل تبقى مثلا موجوده في العزل المستشفى او تروح اللي هو حجر مؤسسي، او حتى ممكن انها تداوم اذا ما كان عنده سيمتومز خلال اللي هي الفكره انه كان في الجايد لاين او حتى البوليسي اللي كانت موجوده كانت ابديتد اكوردنج اللي هو السيتويشن. يعني هي كانت اي نعم هي فيكست لكنها فليكسيبل اكوردنج اللي هو السيتويشن. ولو لاحظ اللي هو الدليل الخاص بوقايه للكوفيد وصل تقريبا الى فيرجن 3.5 في موضوع اللي هم الاكسبوجر للهيلث كير وركر. تقريبا وصل عندنا اكثر من نسخه آلية التعامل مع المخالطين. تقريبا لما دخلنا اللي هو في نوفمبر بدأت اللي هو الفاكسينيشن 2020، بس وصلتنا في المملكة تقريبا على نهاية ديسمبر 2020، وكان في أولوية للهيلث كير وركر اللي شغالين في المجال الصحي ان هم الفيرست لاينر اللي لابد ان هم ياخذون اللي هم الفاكسينيشن، وكان في كامبين جدا كبيرة في جميع المنشآت الصحية. ايضا خلال تلك الفتره كان في عندنا فكره اللي هي اللي هو تطمن تاكد في موضوع اللي هو الحالات، التطمن للحالات اللي هم كانت او تم تحويل بعض اللي هي المراكز الصحيه فقط خاصه الى اللي هي المناطق الحراريه، هي فقط خاصه بالحالات اللي هم سيمتومز از اللي هم ريسبيرتوري، وكانوا ياخذوا لهم عينات اللي هي الكوفيد. وفي للناس اللي اساسا هم ممكن يكونوا مخالطين كانوا موجودين اللي هو في عيادات تاكد، وكانت كلها بسيستم محدد على اساس انه ما يصير عندنا اللي هي ضغط على المستشفيات. ممكن كانت الفكره الاساسيه في تطمن او تاكد بداناها تقريبا في القطيف لما كان في عندنا اللي هو بدات في البدايه اللي هو مع ظهور اول حاله وثاني حاله تم الاعلان عنها. كان في عندنا الاكسبوجر الكوميونتي كان جدا عالي، فعلى اساس انه ما يصير في عندنا اللي هو اوفرلود على الطوارئ في المستشفى، اغلب الحالات اساسا كانت اللي هي without symptoms، فكان تم تخصيص اللي هو مركز صحي يشتغل تقريبا اللي هو لمده 24 ساعه فقط خاص اللي هو بالحالات او اخذ العينات للناس اللي هم الاكسبوجر اللي ما عندهم سيمتومز، وايضا يكون عزلهم اللي هو في اللي هو في الهوم في بيوتهم حتى انه تظهر النتائج. فاكثر من سيستم او من طريقه كانت موجوده خلال مرحله الجائحه ساعدت او احتوت الموقف بشكل اللي هو واضح. لما بدات مرحله الفاكسين احنا بدانا ليفل جديد او مرحله جديده، وبدات اللي هي من تقريبا من يناير، وكانت في عندنا اشكاليه تقريبا صار في اللي هو انقطع الفاكسين تقريبا مده شهر او شهر ونص، ما كان متوفر اساسا لانه كان كل دوله لها اللي هو ستوك محدد. فكانت الاولويه في البدايه يعني في مجموعه من الهيلث كير وركر والناس اللي اخذت الفاكسين الجرعه الاولى اخذوا الجرعه الثانيه اللي كانت بعد 21 يوم.
في ناس اضطرت انها فقط ما او اجلوا لهم اللي هو الجرعه الثانيه حتى انه يغطوا اللي هو الجرعه الاولى للجميع، بعدين بدات اللي هي السكند دوز، بعدين بدات اللي هو المرحله او الجرعه المعززه اللي كانت موجوده تقريبا بعدها تقريبا بسبعه الى ثمانيه اشهر، خلال اللي هي تقريبا من سبتمبر او من اكتوبر بدات اللي هي الجرعه المعززه. صار في عندنا كوميونتي اللي هي اميون اغلب الحالات، يعني الان نلاحظ لا زالت اللي هي كوفيد موجوده في الترياج اللي موجود عندنا في المنشآت الصحيه كواحد من المهددات الموجوده على الببليك ثريت او حتى على المنشآت الصحيه، انه ممكن يصير عندنا اوت بريك، ولكن اليه التعامل معها جدا مريح بسبب انه الاغلب هو اوريدي اساسا هم اميون، فلما واحد ينصاب الكومبليكيشن او يحتاج انه يدخل المستشفى وممكن يروح لل انفيسف شو اسمه اللي هو بجرمه معينه، ممكن يروح للانتوبيشن، ممكن يروح اللي هو للاي سي يو، فهذه الحالات اللي دائما يكون التعامل معاها بليفل معين. حتى موضوع اللي هو الادفانس تكنولوجي اللي موجوده في موضوع العلاج التنفسي اللي موجود في المستشفيات زي مرحله اللي هو او زي اللي هو التكنولوجي الموجوده اللي هو الاكمو اللي موجود في مستشفيات محدده، ايضا اللي هو الربط بين المنشآت الصحيه وبين النظام الصحي في المملكه، حالات اللي تحتاج اللي هي اخلاء طبي سواء خلال الجائحه وقت اللي هي الجائحه او حتى بعد الجائحه الى اليوم موجود. كانت عندنا اللي هو في البدايه اول ما بدانا اللي هي مرحله اول الجائحه كان في عندنا الهوسبيتال اكويرد تقريبا اللي هي الريت حقها كان عندنا اللي هو 17%، وكان عندنا اللي هو بدأنا تقريبا بشكل عام اللي هو 41% من الهيلث كير وركر، بعدين صار في عندنا اللي هو تقليل اللي هو للنسبه، وكانت واحده من الاهداف اللي نشتغل عليها بالاداره من خلال الديلي فولو اب الجميع اللي هم الممارسين. طبعا خلال الجائحه كان في اكثر من بروجكت شغال، في واحد من الاشياء اللي كانت موجوده انجيجمنت مع الكوميونتي اللي هو الزيرو كوفيد، كان في تحديد سبع مناطق محدده، طبعا تحديدها بناء على البوبوليشن وايضا العدد اللي هم الحالات اللي مسجله عندهم في المناطق هذه كانت اقل بالنسبه لعدد السكان من بقيه المناطق، وكان مشروع مجتمعي مع جميع القطاعات في كل منطقه، وكان اللي هم الزملاء في الامراض المعديه وفي الصحه العامه هم الاونر للمشروع واحنا كنا يعني جزء من المشروع هذا. طبعا كانت ايضا عندنا اللي هو البرسنتج حقه الفاسيلتي ريت، ايضا موضوع اللي هو الفاكسينيشن كفرج كان عندنا تقريبا لما نتكلم عن سبتمبر 21 كان العدد عندنا تقريبا او كفرت اللي هم 92%. طبعا هذا اللي هو ملخص للي حصل خلال اللي هي او تجربتنا طبعا في المملكه خلال اللي هو 2020. شكرا لكم ويعطيكم العافية. أي سؤال؟